كاب اف ام. الكلمة ليك. يبدو أن قدر اللبنانيين أن يودعوا عام 2013 باغتيال الوزير السابق محمد شطح وأحد أبرز مستشاري الرئيس الحريري، ويستقبلوا العام الجديد 2014 بانفجار الضاحية الجنوبية الذي وقع اليوم في داخل المربع الأمني لحزب الله. وهناك الكثير من الاحتياطات الأمنية التي يقوم بها حزب الله، إضافة إلى الأجهزة اللبنانية من الجيش والاستخبارات منعا لاستهداف الضاحية، وبصورة خاصة بعد استهدافات السابقة واستهداف السفارة الإيرانية. حتى الآن حزب الله نقب نفى منذ قليل أن يكون أي من شخصياته قد تم استهدافه، ولكن بحجم وجود هذا التفجير داخل المربع الأمني حيث هناك المبنى القديم لقناة المنات، والانفجار وقع على بعد ما يقارب عن 200 متر من المكتب السياسي لحزب الله، ولكن الانفجار هناك عدد من الضحايا، يعني حتى الآن وزير الصحة منذ قليل تحدث عن 4 قتلى وأكثر من 45 جريحا، ولكن العدد مرشح للارتفاع بحكم المنطقة المكتظة بالسكان أصلا. ولكن حتى الآن لم يعلن أي شيء رسمي عن استهداف أي من شخصيات حزب الله. كاب اف ام. الكلمة لي.